خلينا نشوف فيديو جراف حلو بالمناسبة جدا ومفيد جدا عن أبرز تصريحات الرئيس السيسي في جلسة النهاردة، علشان كده إيه تتبع، مش عشان أي حاجة غير إنك أنا عايزك تقرأ وهنشغل الفهامة وبعدين هنرجع نكمل الكلام. إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، وهي مواجهة تغير المناخ، من خلال أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف.